احنا دلوقتي بنسجل اغنيه جديده، فاحنا عندنا مشكله في التسجيل. ركزوا بقى معايا كويس قوي عشان الموضوع عايز نظام. ماشي، احنا بنسجل اغنيه جديده وعندنا مشكله في الاغنيه، ان احنا في الكورس بتاع الاغنيه، الكورس دي يعني الحته اللي بتتعاد في الاغنيه، عايزين جمهور يغنوا معانا فيها. اوكي، فاحنا اللي عملناه النهارده ان احنا جبنا مايكات كتير قوي في المكان عشان انتوا هتغنوا معانا في الاغنيه الجديده الجايه. وصلت الحته الصعبه بقى في الموضوع دلوقتي، ان احنا لازم اسمعكم الاغنيه من هنا، وانتوا هتقولوا معانا في الحته اللي اياها. ماشي، اللي انتوا هتسمعوها. تعال نعمل بروفا الاول. بروفا بقى. ممتاز. هنعمل واحدة تانية برضه. المرة دي بقى عايزينها أقوى. سمعهم بالفم المليان. عشان تسمعوا نفسكم فيها كمان معانا. قريب جدا هننزل الاغنيه الجديده، احنا بنعمل احسن حاجه عشان ننزلها قريب قريب جدا، يعني هتلاقي مفاجاه. بس انتوا غنيتوا معانا فيها، ودي حاجه بالنسبه لنا ان اول مره نعمل اغنيه جمهورنا يغني معانا فيها في التسجيل. تفضلوا تسمعوا طول العمر.